بينضم لينا دكتور اسلام رأفت استاذ التخطيط العمراني. دكتور اهلا بحضرتك، وقول لنا في البدايه ايه هو مدلول يعني حصد صندوق الاسكان الاجتماعي للجوائز المتتاليه؟ اهلا بحضرتك استاذ ريهام وبكل متابعينك. في الحقيقه الاشادات الدوليه هي ليست الاولى من نوعها اللي بتحصلها مصر ممثله في اجهزتها وخصوصا المهتمه بموضوع الاسكان. الاشاده دايما ولما تيجي من الغريب يعني بتبقى لها مصداقيه ولها مدلول، وبالتالي المدلول الواضح هو تميز مصر في قطاع الاسكان عموما وتوفير الاسكان لطبقات متعدده من الشعب. وبالتالي المدلول الهام هنا هو فكره التميز المصري في عمليه توفير الاسكان لمستويات المصريين عموما. وده في الحقيقه واضح ولا تخطئه العين يعني، لأن مصر في الحقيقة بتخطو خطوات طويلة في السنوات الستة أو السبعة الأخيرة في توفير مجموعة من البدائل لراغبي الحصول على سكن، وده يرجع لأهميته يعني ترجع أهميته عموما في داخليا يعني، لأن المصريين بيفضلوا دايما تملك السكن أكثر من استئجاره. في الحقيقة الدولة قامت في الفترة الأخيرة دي بتوفير مجموعة من مشروعات الإسكان زي مشروعات الإسكان الاقتصادي، وده اللي في الحقيقة تم لتحرير مصر وتحرير المواطن المصري من أسر العشوائيات اللي كانت استشرت في الحقيقة وكانت أصبحت تمثل عبء كبير جدا على قطاعات الدولة عموما وعلى المواطن المصري طبعا بالأساس. النوعيات الثانية هي نوعيات الإسكان المتوسط، وده كان موجود منه مجموعة من البدائل زي سكن مصر وزي دار مصر وزي جنة ومجموعة أخرى من المشروعات اللي في الحقيقة قامت بها الدولة في الفترة اللي فاتت واللي كان ثمارها يعني حصول مصر على الإشادة الدولية. طيب بتشوف إزاي جهود الدولة يعني نحو التوسع العمراني عبر المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع كمان يا دكتور إسلام؟ في الحقيقة التوسع العمراني بيحل مجموعة من المشكلات المتجذرة يعني في العمران المصري، أهمها التخلص من العشوائيات، ثانيها نقل الكتلة اللي ناتجة عن الزيادة السكانية أو الكتلة السكانية أو الزيادة فيها إلى مناطق ليها المعايير التخطيطية والعمرانية اللي أجمع العالم كله على تبنيها دلوقتي. وبالتالي فكرة التوسع هو حل لمشكلة الزيادة السكنية من غير ما نتجاوز زي ما كان بيحصل قبل كده على الرقعة الزراعية. وبالتالي مجموعة المدن الجديدة اللي تم تبنيها وإنشائها في الفترة اللي فاتت كانت هي الوعاء اللي تم التوسع فيه عمرانيا. وده في الحقيقة مفيد عمرانيا، مفيد استثماريا، مفيد لحل مشكلة الزيادة السكانية، وكمان مفيد في توفير حياة تليق بالإنسان المصري في مكان مخطط متكامل الخدمات. كمان بيعكس حجم كبير جدا من الاستدامه والذكاء خصوصا في مدن الجيل الرابع زي ما حضرتك اشدتي او اشرتي، لانه مدن الجيل الرابع بتتميز بعمران مش تقليدي، تتميز بعمران مستدام بيحافظ على البيئه بيدعم ذلك بقوه، وفي نفس الوقت هي مدن ذكيه، وبالتالي كمان مش بس بنوفر فيها العمران، لا ده احنا بنوفر فيها توافر الخدمات بطريقه ذكيه، ما هنبقاش مضطرين ان احنا نسكن الناس في مكان ويضطروا يتنقلوا الى اماكن بعيده لتوفير خدماتهم، لا الخدمات كلها خدمات ذكيه ومتوفره في الاماكن اللي هم بيعيشوا فيها. طب يعني بتشوف كمان ازاي سعي الدوله لاحداث انضباط في السوق العقاري من خلال طبعا ضوابط واشتراطات للبناء؟ خلينا نقول انه الضوابط اللي تتحط على العمران هي ضوابط متنوعه، بدايه من عدم تكرار المشكلات القديمه زي ما حصل في تغليظ العقوبه على المخالفات في المدن القديمه وايقافها في بعض الاحيان لفترات لحين اعاده الانضباط ليها، وده حصل في الفتره اللي تم فيها ايقاف التراخيص في المدن القديمه لحين توفير باقي الخدمات. المسكن او المبنى ما بيعتبرش جاهز للسكن من غير ما نوفر له أماكن انتظار، وده المشكلة اللي بتعاني بينها المدن القديمة إنه الكتلة العمرانية والسكن في الحقيقة لا يدعموا أي خدمات
من الخدمات اللي توفر الحياة المريحة السلسة، وده في المدن القديمة. المدن الجديدة الوضع كان أبسط شوية لأنها مخططة وفيها حد أدنى من المعايير العمرانية. هتبدأ المشاكل دي تزول لما نتنقل إلى مدن الجيل الرابع ونوفر مش بس خدمات للتجار للسيارات، لا بنوفر كل الخدمات اللي تبقى موجودة. وبالتالي الانضباط في السوق العقاري كان يشمل الجزء التشريعي اللي قامت بيه الدولة من ضبط المخالفات وعدم تفاقمها وزيادتها، وفي نفس الوقت توفير بديل، لأنه أنا ما كنتش بخالف عشان أنا حابب أخالف، أنا كنت بخالف لأني ما عنديش بديل. وبالتالي مع توفير البديل بقى منطقي جدا إن احنا نغلظ العقوبات على المخالفات ونحاول نوقف قدر الإمكان العمران في المدن القديمة، اللي في الحقيقة بسبب وجوده غير المخطط أصبح بيعمل مشاكل. النقطة الثانية اللي قامت بيها الدولة وكان ليها دور كبير جدا في ضبط السوق العقاري هي توفير التنوع في طرح الوحدات. زي ما قلت لحضرتك كده، من الإسكان الاقتصادي للمتوسط، وصولا إلى الطرح اللي تم من كام يوم لقطع أراضي كمان. وبالتالي الوحدة السكنية اللي المواطن هيطلبها هتبقى متوفرة عن طريق المشروعات اللي بتوفر وحدات سكنية شقق يعني، أو هتبقى متوفرة للي حابب إن هو ياخد قطعة أرض ويبني عليها المسكن العائلي، وده اللي بتوفره الدولة في الأراضي. نعم، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور إسلام رأفت أستاذ التخطيط العمراني.